السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناتنا. تصدرت الأغنية الجديدة للمغني الجزائري عبد الرؤوف الدراجي المعروف بالسولكينغ لائحة أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة في اليوتيوب في المغرب، وحققت أغنية إكسبيريونس قرابة 5 ملايين مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على إطلاقها. ورغم أن صاحب أغنية داري دالي قد تعرض لانتقادات واسعة من طرف مغاربة في وقت سابق بسبب رفعه لعلم جمهورية البوليزاريو الوهمية في أحد حفلاته بإسبانيا، إلا أن آخرون أبدوا إعجابهم بالأغنية الجديدة للمغني المقيم في فرنسا. وفي نفس السياق، وجه عدد من الوجوه الفنية والرياضية رسائل للمغني الجزائري بعد إطلاقه للأغنية، ومن بينهم اللاعب الدولي فيصل فجر، والذي عبر عن إعجابه بما يقدمه السولكينغ، وذلك من خلال تدوينة على صفحته في انستغرام. كشف مصدر من داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للوماتان سبور أن الأقرب لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني في حال رحيل الفرنسي هيرفي رونار وعدم استمراره على رأس الإدارة التقنية لأسود الأطلس سيكون مواطنه باتريس بوميل بمساعدة الدولي المغربي السابق مصطفى حجي. وأفاد المصدر ذاته أن جامعة الكرة ترغب في أخذ وقتها قبل التعاقد مع أي اسم جديد لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني في الفترة المقبلة التي قد تشهد رحيل رونار، الذي يرغب من جهته في تغيير الأجواء والبحث عن مغامرة جديدة بعدما فشل في قيادة الأسود لمراحل متقدمة من كأس أمم إفريقيا الجارية في الملاعب المصرية، والتي شهدت خروج أصدقاء المهدي بن عطية من دور ثمن النهاية. وأوضح مصدر الصحراء المغربية أن فوز لقجع يثق كثيرا في كفاءة باتريس موبيلا والعمل الكبير الذي كان يقوم به داخل الطاقم التقني المشرف على منتخب أسود الأطلس، فضلا عن انسجامه الكبير من الدول السابق مصطفى حجي، علاوة على علاقته الجيدة مع لاعبي المنتخب المغربي. كان معكم في تقديم هذه الحلقة مصطفى الدوزي. إذا كانت هذه أول زيارة لكم لقناتنا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كما لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب وأن تشاركونا باقتراحاتكم وآرائكم في قسم التعليقات. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى أن نلقاكم مع خبر جديد، إلى اللقاء.